عموما انا معايا اتصال دلوقتي، هنرجع لمواضيع الفن والمهرجانات. اتصل بينا دلوقتي حلاوه وهو بيقدم نفسه على انه مدير اعمال مجدي شط. حلاوه اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه الاخبار يا حلاوه؟ الو. بتسمع؟ الحمد لله فندم. بتسمع مهرجانات طبعا يا حلاوه. تمام يا فندم، حضرتك معاك حلاوه من المطريه من القاهره، مدير اعمال فنان مجدي شط. حلو جدا. دي صورتك اللي معانا ايه مع مجدي شط، صح كده؟ تمام تمام يا فندم. انا بكلم حضرتك دلوقتي اللي عمل الازمه دي كلها، استاذ محمد رمضان. ايوه ليه بقى؟ ما طبعا اما كلنا كده مثلا نبقى احنا نجوم شعبيين لسه صغيرين. تمام تمام معايا يا فندم؟ تمام سامعك يا حلاوه، كمل كلام. بنتمنى كلنا ان احنا نبقى زي الفنان مثلا محمد رمضان، نركب عربيات ويبقى معانا فلوس، صح ولا مش صح؟ اما يجي مثلا الحكومه يجي نشوف واحد زي محمد رمضان مثلا محدش يعني عارف يتكلم معاه، او هو محدش عارف يعمل معاه حاجه، احنا ازاي كفنانين صغيرين بنطلع على الشاشه يحاسبونا احنا وسايبين زي واحد زي محمد رمضان؟ يعني مجدي شط ضحيه محمد رمضان؟ انا بقول لحضرتك علني على الهوا، محمد رمضان سبب الفوضى في مصر. سبب الفوضى محمد في رمضان، اغاني المهرجانات والغنى الشعبي كله. يا فندم انا حضرتك، انا بقول لحضرتك انا من المطريه، احنا محمد رمضان مبوظ السوق العام بالنسبه للمهرجانات والاغاني. طب قول لي يا حلاوه، هو مجدي بياخد كام في الفرح مثلا؟ يا فندم مجدي بياخد كام في الفرح؟ 5 جوه القاهرة 10 بره القاهرة يا فندم. 5000 في القاهرة 10000 بره القاهرة، صح كده؟ تمام يا فندم. اشتغل كل يوم؟ احنا عمرنا ما عملنا حفلة وطلعنا مثلا زي أستاذ محمد رمضان على المسرح وقالعين هدومنا، ولا إن احنا اتكلمنا مثلا كده زي أستاذ محمد رمضان. أستاذ محمد رمضان أنا بقولها لحضرتك علني سبب البلبلة وسبب المهرجانات والإسفاف اللي بيحصل. طب أنت يا حلاوة ومجدي شطة وبيكا والتوت والناس دي كلها، أنتوا عايزين إيه؟ يا فندم انا بقول لحضرتك دلوقتي مجدي غير الناس دي، يعني مجدي ما طلعش زي مثلا حمو ودخل النقابه وزعق. ايوه حمو دخل النقابه وزعق، فين المحاكمه؟ فين المحاكمه العادله؟ احنا بقى بنتكلم دلوقتي مع حضرتك واحده واحده. تمام دلوقتي فين المحاكمه العادله لما واحد زي طب انت يعني انت مثلا حلاوه حمو، انت حلاوه شايف ان مجدي ممكن يدخل الاختبارات ويبقى عضو نقابه ويغني وفقا للضوابط بتاعت النقابه؟ مجدي بيحضر ورق الجيش بس يا فندم. مجدي شهاده الجيش بس، هو ما دخلش جيش فمستني الشهاده بس. وبعد كده هيخش يمتحن عادي. طب انا عايز اسمع رايك في اغنيه بنت الجيران، شايف ان اغنيه حلوه ولا اسفاف ومنتوشه من واحد زي الفنان محمد حمائي واخدين اللحن والكلام ده؟ رايي الصراحه ولا بصراحه؟ لا بصراحه طبعا اسفاف. طبعا اسفاف. هو ينفع حضرتك ينفع واحد زي حمو مثلا يغني اغنيه من غير مثلا اذكر اسامي، بس في اغاني كتير اسفاف جدا جدا. لا قول لي يا حلاوه، انا سمعني رايك، قول لي رايك وقول لي وقول اللي هي مثلا أسامي. اللي قعدت على حجرك رفعت رجلها، ولا دي اغنيه لحمو في الشارع وعامله ترند. طب اللي على حسك رفعت رجلها، طب ده ينفع؟ طب البعض بيقول طب ان مجدي، بعض الناس بتقول مجدي بيقدم كلام زي ده وبيقول كلام زي ده. لا يا فندم، مجدي في حاله ومجدي مستقل بنفسه دلوقتي، ما بيعملش اي حاجه، مستني ياخد كارنيه النقابه. مجدي هو متضايق ان كل شويه يحصل مشكله يحطوا مجدي فيها. مجدي ملوش دعوه. مجدي الاغنيه الوحيده اللي عملها الاغنيه اللي ما فيش حد نمبر 1 كان طالع فيها بيتريق على النجم محمد رمضان. انتوا سبب الغنى سبب مشاكل الغنى الشعبي والمهرجانات في مصر كلها. انا اسمها محمد رمضان. محمد رمضان علشان هو بيأفور ومحدش بيحاسبه. استاذ احمد موسى كل شويه يطلع يقول لك محمد رمضان، هو مش عارف انا مع مين. استاذ احمد موسى مره مع محمد رمضان، مره مع مجدي شطه، مره مع حمو بيكا، ازاي طالع بيتريق على حمو بيكا وهو كان مستضيفه في البرنامج مثلا؟ مين بيكتب لكم؟ مين بيكتب لكم يا حلاوه؟ مين بيكتب لمجدي؟ والله يا فندم احنا انا مدير اعماله بيتصلوا بينا، حد معاه كلمات حلوه احنا بنجيبه معانا الاستديو، لو الكلمات حلوه بنتفق على سعر بنديله الفلوس ونشتري منه الكلمات. انتوا ايه اللي بيطلب منكم في الافراح؟ بيطلب منكم حاجات قديمه وفن اصيل ولا بيطلب منكم مهرجانات؟ لا بيطلب مننا مهرجانات يا فندم، ده اللي ماشي دلوقتي. بس انا بكلم حضرتك في وجه، انا عايز اوصل رساله من خلال برنامجك لاستاذ احمد موسى. انا استاذ احمد يا موسى نفسي اعرف انت بأني وش. مع احترامي لحضرتك يعني واحترامي للالفاظ. انا نفسي افهم انت كنت جايب مستضيف حمو في البرنامج بتاعك. تمام؟ وكان بيقول معاه كان استاذ هاني شاكر كان حافظ الاغنيه وكان بيقول معاه يعني كان مسنك. تمام حضرتك.
انت امبارح ازاي جايب حمو وبتتكلم مع الحسن وبتتكلم على حمو تقول دول اسفاف؟ ما انت جايبهم في البرنامج عندك. واستاذه لميس الحديدي هي وجوزها طالعين برضك ازاي؟ انا نفسي افهم ايه النفاق اللي بيحصل ده، ويسيبوا ده كله ويدوس على الغلابه اللي زينا او الناس اللي هم اللي لسه طالعين. حسن يعني حسن شاكوش، انت شايف حسن فنان ولا شايفه لا ما ينفعش؟ حسن فنان. بص يا فندم، هو حسن فنان بس في اغاني ما ينفعش يقولها. تمام. وحمو؟ لا حمو مش فنان يا فندم. ما ينفعش. لا يليق يا فندم، لا يليق. طب ومجدي؟ احنا قلنا بصراحه لا يليق يا فندم، لا يليق. مجدي، انا بتكلم عن مجدي. مجدي شط. مجدي مين؟ حمو بيكا ولا مجدي؟ انت لا بتكلم دلوقتي عن حمو. دلوقتي بسالك عن مجدي بقى. مجدي بيغني طرب يا فندم، بس هو مستني فرصه. اتفرج على الكليب الوحيد اللي عمله مجدي، هو على الشاشه دلوقتي على فكره، انت لو مش شايفنا. ايوه يا فندم انا متابع حضرتك، انا متابع حضرتك يا فندم. انا حضرتك جيب كليب مفيش حد نمبر 1، واتفرج على التصوير واتفرج على اداء محمد مجدي شطه. طب انت مجدي حضرتك قول ايه اسمك؟ مجدي. مجدي مش جنبك نكلمه؟ اكلمك دلوقتي حالا يا فندم اوصلك بيه. خلاص يا ريت، انا مستنيك. هو دلوقتي هو دلوقتي هو شغال دلوقتي حالا. ماشي لو جاي. معرفش ان انا عملت. خليه يطلع ويدافع عن نفسه ويقول يعني انا بوجه رساله بس يا فندم بعد اذن حضرتك من خلال البرنامج عندك. اتفضل يا حلاوه. انا نفسي افهم استاذ احمد موسى دلوقتي واستاذ عمرو الليثي اللي هو جوز مدام ميس الحديدي. عمرو اديب. تمام؟ عمرو اديب، هم بيتكلموا معانا ولا ضدنا؟ الناس دي بوشين. انتوا معانا ولا ضدنا ولا انتوا مع المركب؟ طيب انا حلاوه، انا حلاوه بدوري، انا بدوري يا حلاوه بقول لك يعني يا ريت مجدي يكلمنا، ولو ما نفعش احنا عايزين نسمع كلمه كويسه ما تتكسفش ان بنتك او مراتك او والدتك تسمعها. عايزين نسمع فن ليه معنى، فن محترم يعني. هو ينفع؟ اه اتفضل. ينفع حمو يا فندم، ينفع حمو يروح النقابه ويعمل المشكله اللي عملها دي جوه النقابه؟ طب مجدي ماله؟ ما هو الحسنه بقى بتخص والسيئه بتعم زي ما انت عارف. مجدي على فكره مجدي متجنب الموضوع ده كله، ومجدي في حاله، ومجدي بيحضر ورقه عشان يتوكل على الله يروح يقدم. احنا شايفين ان ده برايي انا الشخصي يبقوا في النقابه ويبقوا شغالين وفق للمصنفات الفنيه. بشكرك جدا يا حلاوه، بس انا عايز اقول لك ان برضه الكليب انا زمايلي شافوه وبيقولوا برضه ان في سجاير وكان بيلف وبتاع، وبرضه ما ينفعش. انت عايز تقدم قدوه للناس ولا ايه؟ طيب يا حلاوه، بشكر حلاوه، بس برضه هنا انا ما شفتوش بصراحه، بس زمايلي دلوقتي بيقولوا ان في بقى لف وكلام اهو. بص برضه احنا عايزين ندي امثله يعني كويسه للشباب ويبقى في قدوه كويسه. ويا ريت لو مجدي عايز يكلمنا. اهلا بيك حلاوه، لسه معانا يا فندم؟ هيتكلم. اه يا فندم مع حضرتك. طب انا مستني مجدي. اه حلاوه انا مستنيه دلوقتي. حاضر يا فندم. ماشي يا جميل. تمام. تسلم. تسلم يا حبيبي. شكرا يا فندم على الوصول مع حضرتك للبرنامج. مع السلامه يا جميل. تسلم يا رب.